مرحبا، يعني الحلقة 3 من ذكريات العيادة. كنا امبارح مريض جلطة، اجته جلطة توفى، مريض نفد، راح على مشفى الاسد الجامعي نفد لانه رشقه فروج. بتوفى الزلمة، بتحضر جنازته، بتروح تاني يوم بتعزي فيه، بتقعد بالعزاء الدكتور وكوني انا شفته وكذا، بدهم يسالوك شو الجلطه، شو كذا، شو مدري، شو كيف صارت القصه، كيف شو نعمل، يعني نحن شو بدنا نساوي. كثير بيسالوا اسئله عن هذا الموضوع، بيكون مناسب يعني بيتركوا العزاء وبصير ناس بدها تتحول القضيه لاسئله واجوبه يعني. فيعني الناس بدها تفهم شيء، يعني خافت لانه واحد غير شاب ما في شيء، يعني زلمه يعني بحاله مثلا اربعينات خمسينات طقطح، عمال شغله تخوف، مثل وقت صار ينزل براميل على الشعب السوري، بوف دج بوم بن. طيب فقلنا لهم يعني بدك تشرح لهم شيء عن الجلطه، عن كذا، من اخر في جلطات، يعني الجلطات هي في قسم منها بيطلع من الاورده، يا معه دوالي ما معه ركود دوراني، متسطح فترة طويلة، بتجمد الدم بالأوردة بيطلع على القلب الأيمن، القلب الأيمن بضخه على الرئة، الرئة بتضغطه لأنه الشبكة بتضغط، فبنصاب عادة بصمة رئوية. هي الجلطة مختلفة وأعراضها مختلفة كتير. الصمامات الرئوية يعني جلطات بتتشكل بالأوردة، اللي نحن بنسميها جلطات، نحن سميناها صمة رئوية، يعني مختلف يعني التسمية. هي دواها التميع، دواها الليبارين ولا توارفارين والاسبرين، شو دواها التميع يعني اساسا لازم تميع الدم ولازم تتحرك وكذا والى اخره. هي ادويتها وحمايتها انه ما تسطح فتره طويله، يتحرك اجريك على طول كذا، ما تخلي الدم يتجلط. مهم الجلطات الثانيه اللي هي جلطات تنشا داخل الدوره الدمويه الكبرى، يعني الدوره الدمويه بعد ما يرجع من الرئه دم اكسج، بيفوت على القلب، بيفوت على الأذين اليسرى، وبعدين على البطين الأيمن، بيطلع البطين الأيمن على المخ، على الدماغ، على الشرايين، الشرايين اللي فيها دم أحمر، دم أكسج. فهيدي الشرايين بتنصطم. كيف بتنصطم؟ الدم عادة على الضغط اللي فيه ما بيجمد، يعني بتحرك على طول لأنه ما بيجمد. بالأوردة ممكن يركض يعني، بس هون ما بيجمد، يعني عادة ما بصير في تجلط بمعنى هذا إلا برجفان الأذيني، الأذيني متضخمة وعم ترجف، بيبقى الصمام ضيق شوي، بتتوسع، بتشكل بجدارة شوية دم جمدان بحركة معينة بانفعال معين، بتتحرك هاي الدمات، بضخ القلب الأيسر، أول شريان بوجهه بلاقي الشريان الأيسر المشترك، العضدي الأيسر المشترك، طق شو بيعمل؟ بيعمل جلطة على الدماغ، بيسكر لأنه الرئيسي طالع دغري مباشرة، بيعمل جلطة على الدماغ. عادة تجي جلطة على اليمين، على الجهة اليمينية عادة، يعني أغلب أكثر تجي على الجهة، تجي على الدماغ الأيسر، بينصاب شلل الجهة اليمينية لأنه في تصالب. فبيقولوا الزلمة انفعل شوي، ركض شوي، اجته جلطة، يا حرام انفلج. يعني في واحد ختيار شوي، يعني استجار فيه زلمة هربان من جماعة بدهم يقتلوه، وقف على الباب وانفعل كذا، المزا كان مفلوج. ليش؟ لأنه بالأصل عنده رجفان أذيني، عنده أذيني واسعة شوي، مو انفلج لأنه انفعل، لا انفلج لأنه، أو بيكون معه مثلا أيام بيكون معه أم دم بينفعل، بتفجر أم الدم، بذاك بينزف بموت، نزف هذاك مو جلطة. أما الجلطة بمعنى الجلطة اللي بتصير هي هي واحدة. ممكن الشريان اللي طالع على المخ، يتصلب ويقشر من محل معين، بمنطقة معينة، هالتصلب اللي بقلب هالكمخة اللي بقلب الشريان، ممكن هيدي تطلع تقشر تروح تسد منطقة أصغر. أغلب جلطات الدماغ بتصير من تصلب شرايين العنق، وهي عادة تتحسن، فتصلب شرايين العنق عنصر مهم. هلأ شرايين القلب اللي بتغذي القلب هي كمان بتتصلب وبتصطم، بتطلع قشرة من محل معين. طيب فنحن وقت نعمل القسطرة بنشوف وين في تضيق، وين في كذا، ممكن نجرفها، نحط راسور بهذاك المحل، ممكن يعني عرفتوا كيف يعني.
اي بالك تحكي على تصلب الشرايين، تصلب الشرايين شريان عضلي يعني الدم مو ماشي ببرابيش بلاستيك قاسي، لا هي برابيش مرنه يعني مثل كيس نايلون، بيضغط بيضغط على طول ضاغط، بيجي يمرق الدم بيفتحه طق بسكر بيفتحه، هالمرونه هاي بتروح، وبصير في بداخل الانبوب بصير في بداخل الشريان بصير في تسبسبات او دهون تترسب، الياف صفحات دمويه شغل انتانات بصير ببطانه الشرايين احيانا، كل هاي عوامل بتاهب لتصلب الشرايين وتشكل العصيده، العصيده الشريانيه اللي هي بتقشر بتقشر وبتمشي مع الدم بتسكر محل معين قاضيه شوي، بس توصل لفرع ضيق بتسكره. هيدي الجلطة اللي بنحكي عنها جلطة، كانت تجي على القلب أو تجي على الدماغ أو تجي كذا إلى آخره. هلا المريض إجانا، إجا مريض قال أنا ماشي بالطريق انشلحت معي الكندرة ما حسيت عليها لنادولي، يعني دل ماشي يعني انشلحت الكندرة من إجره دل ماشي، هو عم يشكي من إجره عم يشكي من إيده عم يشكي من كذا، عين نادولي العالم ها كندرتك شو بقى الأرض مي يعني الدنيا مطر، ما انتبه كمان ما حس بالمي، فجاي لعندي نكاخي انت مو زمانك كانت ايدك خضراني وكذا والاخري، قال ايه رحت على دكتور مختص وصورت ولابس ابي هو وشادد هالابي وكذا، رحت على دكتور مختص وصورني وصف لي شو اسمه وقال معي دسكرابي شو معي فقرات وصف لي ابي وكذا وعم بتعالج، قلنا له ايه اشرحها اشرحها شلاح الأبي لا معك ذكرت سكرابي ولا هاي الصور هاي التقارير كذا، نك يا حبيبي يا عيني دكتور الأشعة مستحيل يقول لك لم أشاهد شيء، وإلا شو معنى ذا معناته كبيت كبيت المصاري أنت كب يعني رحت لعنده بلا طعم، بيكتب وقد لوحظ تنكس السطوح المفصلية لوحظ تضيق في المسافة كذا بيتركها مشكولة يعني عرفتوا، ما بيكتب تقرير انه سليم 100% بعد ما يعني عاده هيك الدكاتره بيلاقوا يعني افضل الدكتور اللي طلب الصوره ولا المدري شو يعني عاده هيك، فالدكتور بيكتب له شيء شغله شيء ملاحظه مشان يرفع المسؤوليه عن حاله انه ما يطلع تشخيصه غلط، لانه يعني كلمه تقول ما في شيء اصعب بكثير من انك تقول في شغلات هيك يعني كذا نحن ما هي كذا، يعني يرجى التحقق بطريقة ثانية أو التحقق منها حسب أني تقدر سريريا مثلا كذا إلى آخره، وزيادة ارتسام بالشجرة الوعائية مثلا الرئوية زيادة ارتسامات مدري شو يعني كذا، بيكتب لك هاي الجمل المطاطة بيكتب لك يا عادة، فما هو معقول يعني مو شرط أنه طبيب الأشعة يعطيك التشخيص، التشخيص بده يعتمد على الصورة الدكتور لازم يشوفها ويناقش طبيب الأشعة إذا في شيء محدد ما بيعرفه هو، يقول له هيدي كذا هيدي كذا خفف عيار أشعة قلل خود من زاوية تانية نتأكد منها كذا، يعني بتصير حوار بيناتهم إيه، فالطبيب العصبية على كثرة العالم اللي عنده كذا إيه ديسك رقبي صور وطلع معه يا خلاص من رقبتك فحص له إيده فيها خضر فيها كذا قالك معتها مضغوطة يعني مضغوطة العصاب يلا نعطيه، هو شو معه؟ هو معه احتشاء صغير بالأول صار ارتخت ايده فترة راح لعند الدكتور عطاه الأبي تحسن طلع الاحتشاء الثاني، ليش؟ لأنه أشرت أول شقفة أشرت شقفة أكبر، طلع الاحتشاء الثاني وين راح تسكرت سكرت شرايين سكرت منطقة الإجر الإجر مو الإيد المرة، فانقطع الحس عن إجره وارتخت إجره ما حس عليها شلحت البندرة ما حس، فهي جلطة تانية طلعت جلطة تانية نقلوا هيدي يعني معك بالأصل في بالعنق شيء سكر معك شرايين بالمخ يعني جلطة فالج لا طول بالك، هذا النوع من الفالج بتحسه كونه صغير وكون لسه عندك إحساس وكونه شقف صغيرة عم تطلع بتحسن تخاف 90% بتحسن، بس بدنا نعمل صور بدنا نعمل تحاليل بدنا نتأكد من الشرايين العنق فيها شيء ولا ما فيها شيء، وبدنا نشوف كيف بدنا نعالج التعذر تصلبات اللي عندك الشرايين وكذا والآخر، يعني بدك برنامج طويل عريض لحتى ما تجيك جلطة تانية على اليسار وجلطة تانية على اليمين وجلطة تالتة على المدري شو آخر شي تروح فيها، ويكون ما يكون عندك كمان تصلبات بالكلاوي شرايين الكلية وشرايين القلب، يعني عندك مشكلة أنت عندك مشكلة شريانية مهمة، فأنت
بدك تتعالج وكذا. قال انا بدي اروح اشتكي عند الدكتور. لك يا اخي شو بدك تشتكي؟ خطا طبي عادي هذا يعني. ما بقول لك انا ما قدرت هيك، هاي تقرير اشعه يعني شو. يا ما بطلع معك شيء. قال مزعج. قلت له هو على طول مزعوج يعني؟ في دكتور مو مزعوج يعني؟ في دكتور مبسوط بشوف كل يوم 20 30 مصيبه ومريض بيبقى مبسوط؟ هو مزعوج بس هذا يعني احنا تخلف يعني، تخلف وهذا قدرات عقليه وبعدين حظك نصيبك يعني. على كل اللي اشتكيت عليه بتنزعج انت كمان وما بتصح لا ايدك ولا اجرك. روح تروح يعني واستهيني بامراضك بمشكلتك لنيح كمان لاطنها قبل ما تنفلج فلجة كبيرة يعني ما تعود تصح. فاذا حكينا عن جلطة الجلطات اللي بتطلع على الدماغ او تروح على المناطق الثانية، جلطة ايد مثلا، جلطة كذا، هي كلها بتبقى من الشريان نفسه بتطلع او من القلب مثل ما حكينا الصمام بتطلع من الأذينة بتطلع من شو اسمه، او بيصطم هو نفسه بيضيق. هلا شرايين القلب بتعطي انذار عادة، وقت تضيق بتعطي انذار، بصير على الجهد بحس ألم بصدره. هاي المرحلة مهمة كتير، وهي قلنا لهم ياها. يا أخي اللي بيشكي من صدره بيبقى ماشي بيضطر يوقف نتيجة ألم بصدره، يحكي لا يسكت، يروح لعند دكتور دغري فورا، يقعد يرتاح لتهدى ذاك ويمشي دغري مباشرة لعند دكتور يقول له أنا هيك كم سنة. لا تتركوا الأمور والله ما في شيء، شوية ضع نفسي ما في شيء، الله هلا بتروح. هذا الموضوع مهم كتير. ويعني واللي عنده مشاكل معينة واللي عنده جلطات كتير ياخدوا أسبرين أطفال يعني. واحد سألني قال ليش المرأة ما بيصابها جلطات؟ قال لك يا أخي السؤال قليل ما يصابوا الجلطة، لأنه ببلش تصلب الشرايين عندهم بعد سن اليأس يعني. ليه؟ لأنه الهرمونات الأنثوية بتضطر الشرايين وبتضطر المفاصل، بتصير المفاصل أرخى شوية يعني. فبشكل عام ما ببلش تصلب الشرايين إلا متأخرا عند المرأة. أي واحد قال يا هي جلطة، ما المرأة هي جلطة، شلون بدها تصاب؟ هي بتجيب الجلطة، المرأة بتجيب الجلطة. الجلطة يعني معناتها، قلنا له يا أخي إذا هيك يعني مفروض تطالع المرأة بجهازها صندوق أسبرين أطفال يعني لجوزة دائما تعطيه كل يوم، وقت بيجهزوها بدل ما يعملوا لها ماكينة ومخدات ومدري شو يبعثوا معها صندوق أسبرين أطفال. هلا التميع الأسبرين بيفيد بجلطات الشرايين أكثر. ليش؟ لأنه له علاقة بالصفيحات الدموية، هي الطبقة اللي تتشكل جوا أي أنتان أي جرح أي شيء تجي عليه الصفيحات الدموية مع الشحوم الكبيرة بالجسم اللي بيقولوا عنها المضرة ومدري شو، مع الكوليسترول مع الشحوم بتشكل طبقة، هي الطبقة بتصطم. الموضوع المضاد الصفيحات الأسبرين بفيد في عدم تشكل هيدي الخسرات اللي بتبقى عادة جرثومة بالدم، بيبقى شيء محدد يعني بصير فيه إلى آخره، بتعمل التهاب محل معين بطانة الشريان ترسب عليها بسرعة بصير سلطة بسرعة. فإذا الأسبرين الأطفال بفيد بهيدي. تميع الهبارين والوارفارين بتفيد أكثر بصمات رئوية يعني بجلطات الأوردة، ومع ذلك بنعطيها يعني. هلا منطقه بالدماغ اللي بتنصاب، منطقه في قسم منها بيموت نهائيا، ما بقى يرجع، وقسم بصير فيه نقص ترويه بيتغذى هيك بتشرب بالتشرب، بتضل الخليه عايشه لكن تفقد وظيفتها فتره بعدين ترجع تشتغل، وقسم بيبقى سليم. فحسب بقى توسع النواه المتموده، المنطقه المشلوله مو كلها متموده لهالسبب، نسبه تحسن عاليه بتصير، خاصة إذا كان جزئي يعني ما كان شامل مثلا لذاك الفالج اللي صمامي أو الجلطة الكبيرة بتسكر الشريان مخي الأيمن مثلا أو الشريان مخي الأيسر، بتلاقي فالج كامل ما في شلل، عام كامل حس وحركة وكله، بتلاقي محترق نفسه الزلمة. هذا صعب يتحسن. ليش؟ لأنه صمة كبيرة طلعت على الدماغ. جلطة القلب ما حكينا عنه، انه وقت اللي انت بصير عنده رجفان بطيني بدك تعمل له اعادة
بتعمل له شحنة للقلب، بتفرغ شحنة القلب، تعمل له صدمة كهرباء، ترجع بتنظم الألياف العضلية لتمشي مع بعضها، ترجع النظم منسجم، لأن العضلات لازم تتقلص كل سبب التسلسل، بصير كل شيء يخلج لحاله، ما بيعود ينتج، ما بيعود يضخ. فبتعمل له نبضة، بيرجع بياخد فترة استرخاء، فترة الاسترخاء بترجع بينتظم القلب. عادة من 10 مرضى بيدخلوا بالرجفان، 6 منهم مع الصدمة بتحسن بصح، يعني بتروح بتزيل الرجفان، وأربعة 3 أو 4 يعني ما بينفتوا. انت هون بدك تاخد قرار طبيب، عمل له صدمة ولا لا؟ هلا اذا الواحد بده يفكر هيك يقول لحاله طيب العمر بيد الله، هالزلمة اذا له عمر بيعيش، اذا ما له عمر بيموت، ليش لعمل له صدمة؟ اتركه، اذا له عمر لحاله رح يشتغل القلب. لا، هالتفكير مش صحيح، مش طبي ولا ديني. كيف يعني؟ لازم انت تعمل كل شيء ممكن. اذا له عمر الله بيسرها معك وبيسرها عليه، يعني اذا واحد له عمر الله بيسر له يروح يوصل للمستشفى، وبيسر له ابن حلال يداوي، وبيسر. واذا ما له عمر بيبقى قاعد باحسن محل، بيجيبوا الجهاز ليشغلوه بيطلع مو مشحون. بس مو معناتها انت بتقرر له عمر ولا ما له عمر، مو انت. عرفتوا كيف؟ عرفتوا وين النقطة؟ مو انت كطبيب بتقرر له عمر ولا ما له عمر، انت جزء من العملية شفائه. اذا قمت بواجبك جيد جدا، اذا ما له عمر لو قمت بواجبك ما رح يعيش. اما انت اذا ما قمت بواجبك معناتها انت قتلته، معناتها انت الله كاتب عليك تطلع مجرم. عرفتوا كيف؟ فكلمة انه له عمر ولا ما له عمر هون كتير مهم نفهمها، انك انت لا تكون سببه، ترك الامور لربك، يعني في النهاية في عوامل اخرى. مو انت تقرر، مو انت الرب اللي بيقرر له عمر وما له عمر، لا، انت جزء من هذه. يعني كيف بتجتمع اسباب، الموت واسباب الشفاء؟ بالدواء، بتسمى، بيقع، بيعمل، كل أسباب. يعني هاي الأسباب أنت جزء منها، وبالتالي ما بحق لك أنت تقول لا لنشوف. يعني أنت ما تقوم بواجبك لنشوف، الله بعت لك يا لتخدمه، واجبك أنك تخدمه. وإذا الله كاتب له عمر بنجحك رب العالمين، بتتوفى وتطلع أنت منيح وتأخذ أجر. وإذا الله مو كاتب له عمر أنت بتوقف وبتفكر إيه إذا العمر ما بيموت معناتها أنت صرت قاتل. فكتير مهم هيدي الفكرة، إنه نحن نأخذ، يعني ما بنفهم آلية العمر، آلية الموت والحياة ما بنفهمها. فبدك تركض بالمريض للآخر، لتوصل للآخر، حتى تستفلس. يعني ما بصير تترك، أنت ما بحق لك، ولا يتناقض ذلك مع الإيمان. عم نحكي عليها في الحلقة الجاية. المهم كتير في أفكار دينية يعني مشوشة لعمل، للعمل الطبي، يعني مشوشة للعمل الطبي، مفاهيم مو صحيحة، باستخدام للدين مو صحيح. في حاجة اليوم نحكي، بكرة عن شغلة تانية يتبع.